عمق الجذور إذ هذا الرجل عن ضربة البداية لاستبر الصراع في منطقة الريكا إحدى أهم مناطق محلية البرام بولاية جنوب كردفان. والصراع في هذه المنطقة يتزامن مع الإعلان عن بداية موسم الحصاد والذي يتعارف عليه محليا بسبر النجاط الذي يبدأ غالبا مطلع أو منتصف أكتوبر من كل عام. إذن لا يستطيع أي فرد في منطقة جبال نوبة تناول أي من المحاصيل الذي ينتظم ميدان المصارعة بمنطقة فالمصارع هنا يعكس لوحة فلكلورية مذركشة تستظل بالشمسية التي لا يحملها إلا الفارس الذي لا يشق له غبار. واستخدام المصارع للرماد إنما يأتي بغرض محدد. حماس وحيوية وبتشجيع من السبارة وهم المدربون. وما أن يقوم المصارع بإسقاط منافسه حتى يحمل على الأكتاف في غبطة تعكس النشوة بالفوز. نشوة لا تقلل من العلاقات التي لا تتأثر بجدلية الفوز أو الخسارة. الاهتمام الذي تبديه المنطقة للصراع إنما يشير إلى الدلالات والمعاني التي يعكسها الصراع بالنسبة لهم. وبجانب مضامين التواصل والمحبة ونشر ثقافة السلام فإن الصراع يعكس جوانب اجتماعية أخرى. بجانب الصراع فإن الاحتفالية بموسم الحصاد تتخللها الكثير من الألعاب والرقصات الشعبية. وهكذا رسمت منطقة الريكا بمحلية البرام بولاية جنوب كردفان رسمت لوحة للتعايش والتمازج والتداخل القبلي من خلال هكذا مهرجان.